بعض التعريفات وي انا شاطركم يعني بعض التعريفات قضيه الصحافه الالكترونيه وكلش، ولهذه انا معانا نأيدكم مثلا في بعض المفاهيم. هل الصحافه الالكترونيه دير دي سيكونس فيديو اوديو ولا ما ديرش؟ انا معاكم نأيدكم. هي في الحقيقه الصحافه الالكترونيه هي صحافه ملتي ميديا، صحافه متعدده الوسائط، عندها السمعي وعندها السمعي البصري وعندها المكتوب، متعدده الوسائط. ما نقدروش الصحافه الالكترونيه فيها المكتوب فقط ابدا. ولا هذه نتمنى في التعريف بالنسبه للجنه اللي مكلفين بهذو، نتمنى لو نضيف لدخل التعريف هذه العباره، الصحف الالكترونيه هي صحافه متعدده الوسائط. ولكن انك تنشئ تلفزيون قائم بذاته عن طريق الانترنت، هنا يولي تابع سلطة ضبط السمع البصر. انت تنشئ قناه اذاعيه 100% عن طريق الانترنت، هنا تولي تابعه سلطة ضبط السمع البصري، ديرها على روحك في الانترنت ما فيش مشكل، ولكن اللي يراقبها اللي يضبطها هي سلطة ضبط السمع البصري. اما الصحافه الالكترونيه اللي رانا نناقشوها اليوم فهي صحافه ملتي ميديا، يعني فيها دي سيكونس فيديو، فيها دي سيكونس اوديو، وفيها بيان سور الصور الثابته والصور المتحركه والنص المكتوب، وهذا هو الاصل في الصحافه الالكترونيه.